السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله العم صليح. يتقبل منا ومنك كل عمل صالح. تشبيك قمت مخر اليوم. حبيت نرتاح. كملت الدواء اللي جبته لك؟ بنتي بارك الله فيك، انت قمت بواجبك. ما أنا علاش هربت من المصحة؟ علاش فديت من دار أختي؟ على خاطر لا من يراني ولا من يسمعني. كي شميت النسمة وشفت هالنور في هالمدينة العظيمة رجع لي شاهد العقل، وقلت برا نخرج للناس ولسندس خاصة، لأني وعدتك بشيء ولازم نتممهولك بإذن الله. وقتاش؟ وقت اللي سهل ربي. اسمعني يا عم سلاح، اهم حاجه تعملها توا تشرب دواك وتقعد هوني ما تخرجش. انا اختك مشيت لها ووصيتها، وصيتها باش ما تقول لحتى حد اللي انت موجود هوني في بنزرت. والشيخ اللي زارك ووعدك باش يجيب لك الوثائق قالك يعرفهم فين محطوطين، هكا قالك ولا لا؟ ايه، لكن انا حسب رايي يعني. حسب رايي انا صحتك قبل كل شيء، يلزمك ترتاح. بنتي انا سلمت في رزق الكل لاولادي باش نرتاح. كنت خايف من الموت مشيت لها، كنت خايف من الدنيا رجعت لها. حبش نثقل على اهلها واماليها. اما الراحه معاكم هي اعز شيء اكرمني به الله سبحانه وتعالى. به يشرب قهوتك ويعيشك يزيم الدليل. بنات اقعدوا في بلايسكم، ما تتحركوش بالكل. علاش؟ استنى. كتبت مدير جديدة تعمل في دورة تحب تسلم على الموظفين، رد بالكم. إذا نسمعوا الغرايب ونشوفوا العجائب يا لله. اسمعني، شفتكم ولا شفتوني؟ قوم توا قبلها ساعتها. اش عاملين يا البنات؟ كالعادة تضحكوا تلعبوا؟ ما توحشتونيش؟ ما خليتش عليكم بقعة؟ بالعكس يا فوزية، ما تصورش قديش البيرو يوحش بلي بيك. وانت يا نذيرة اش عاملة؟ لاباس فوزية، يعيشك. تعرفي شوية اللي عيطولك الشرطة نهار اللي شدوا سي كريم. لواه الشرطة؟ نهار اللي يحكيو معايا انا قالوا لي ثبت روحك بالكدا يا فوزية. يا اخي كريم هو اللي يكلمك بنفسه ولا صوت يشبه له؟ سكت وقعدت نخمم. قلت زعما قول لهم نذيرة هي اللي هزت التليفون، ولا ورجع لي شاهد العقل. وقلت مش لازم يمشيو شي يعيطولها ويحلولها محضر طويل وعريس. زيد زيد معاك يا فوزية، الحق الحق بنتصل انت. ايوه ما كذبش اللي قال عليك بنتصل. وليت وقلت كريم هو اللي كلمني بنفسه، وهذيك هي الحجة اللي شدوها عليه. وهو انكر قاعد يحلف بجميع الايمان، قال نهار ما كنتش موجود. الكذاب يكذب. واه راقده راقده، مش انت سمعت بوردك في التليفون؟ انا نذيره، انا ما كنتش موجوده يا بنتي وقت المكالمه. صحيح راقي ما كنتش موجوده نهارتها. الحمد لله هاكا فما فوزيه شاهده. تعرفوا يا البنات قبل ما نمشي نحب نقول لكم كلمة، لا انا ولا انتم فيكم الخير. عليه فوزية؟ على خاطر لو واحدة فينا تفكرت مشات طلت على سي كريم ولا حتى هزت له حويجة. شوف حتى انا توحشت القهوة اللي كنت عملته فيها في الغداء. قل لي شفت معك جاتو ولا روز بالدجاج ولا برود ولا مدراش فيه؟ كله قابله منك. جبت لك كل شيء، اما القفة اخذوها مني في البيت. الحقيقة الجاتو ما جبت لكش، خير شيء ما نسمش بعض ما يجيش.
ونزلت من شيء ناس بعضه حتى باش نحكموا عليه يجي ولا ما يجيش. خليت فيها شيء ناس بعضه. هذا كل فيك الخير. فيك الخير يا نادر. لا لا سي كريم هذا اش باش تقول؟ ها؟ قول. انت كيفاش عرفت شكون اللي قابلك؟ يا خليفة وحكى لي على كل شيء. سمحني سي كريم، سمحني. مكسح قلبك. القلب الكاسح ما يخلف وراه كان الاخلاق الكابسة والعروق اليابسة. خليفة جيت ولا عليك؟ ما نحبش حتى حد يجيني. بعدك أنت ما نحبش حتى حد يجيني. انا دو خطيبي اش تو بريزونت نذيرة ما كوليك انشانتي حطينا وخيو شانتي شنو هو هذا خطيبي جديد اي جديد يظهر لي من امريكا الجنوبيه حاسيلو من البرازيل وخيتي غيرنا شويه الاخرين مش مبروكين عليا مش كيفك انت ترقيت انا لا ترقيت لحد شيء راقيه يلعب في الكوره هذا اي عزيزتي يلعب اما مش في الكوره في الملايين قلت لها توي جونتي سالي يا مادو تشاو من لقيتو هذا انت تفضل وانت لا شكون تفضل وشكون ليه راقية تفضل ادخل البيرو بتاعك اخدم على نفسك وانت اروح انت اروح هذه التعليمات بعد سي طنبوري علاش اش ثم شو علاش اش ثم سي طنبوري عطاني تعليمات لازم يطبقها بحذافيرها قال لك روح لداركم حتى الاداره تبعث لك جواب هاي ما قلقش علاش شنو علاش علاش ما هو كي يبعثوا لها جواب تلقى علاش هذا ما عندي ما اقول انت هالكلام اسمعي شختي نذيره برا امشي انت روح اطونجي انا لداركم ونقول لك الاخبار والبرو برا امشي روح هاي قول سيدك الطنبوري جواب ينفخ ويشرب ماء سمعت انا عندي سي محسن حسون وما ادراك واذا كان هوني نخدم سكرتيره مش عجب عنده نخدم مديره راهو عنده 20 معمل ولا اكثر ماذا شكرت تفضل خدم روحك بي انا ما عنديش معاوت الكلام اما باش نبلغ الكلام هذا الكل سي طنبوري سامحني يا انس شكون تحب تقابل سي محسن حسون اسمه كامل محسن حسن حسون سي محسن حسن حسني حسني حسون اليوم الاسم كامل من فضلك وموضوع المقابلة قلوا نذيرة نذيرة خطيبة ولد خالتك كريم متأسفيني أنت نذيرة ما تصورش كان سي محسن مازال يقابل الصغار شنو ما نظنش شنو ما تتصورش يا ولدي قيمة برشيب اللي قدامك لكن يلا نذيرة المعلومات اللي أعطيتهم لي ما هماش كافيين للمقابلة قلوا نذيرة اللي مثلت دور أختك في عرسك اللي جابت لك بقية العائلة ولمت لك الطامة والعامة إذا كان هكا يلا نذيرة نشوفه سمحني موضوع المقابلة شنو؟ قلوا سي طنبوري طردها مدير الإدارة بسبب ولد خالته كريم تحب تخدم هوني الشماتة في سي طنبوري لحظة من فضلك ملا معمل شي يقلب الراس طوينا باش نخدموني هنا متاع هذا اصبر
متأسفين برشا يا نذيرة. سي محسن ظهر لا يعرفك ولا شافك ولا عنده ولد خالة أصلا، وقال اللي هو ما عندوش ليك خدمة، وقال زادة طردوه إذا كان ما حبتش بالسياسة كلموا لها شرطة تجي تهزها للحبس. كمات واضحين باينين كما قالهم لي سي محسن، وقيدتهم أنا في هالكراسة اللي عندي. عجب، سي محسن قال هكا؟ الورقة اش فيها؟ خذ اقرا. قولي انت اش فيها؟ طبعا نقراها. هذه هي الورقة اللي حربنا عليها الدنيا، وشوية اللي خرجنا من عقولنا باش تحصلنا عليها. قول التوكيل. بالضبط يلا سندس التوكيل. مبروك مبروك. هو عملوه لك كيف ما قلت. تعرف اش قال لي الحاج بعد ما كلم المحامي؟ قال لي التوكيل هذا تنجم تبيعني بيه وتشريني. صحيح عنده الحق الحاج، توكيل شامل تنجم تعمل بيه اللي تحب. باهي توا هنا تحصلنا عليه سي التوكيل هذا، شو باش نعملوا بيه؟ ما عندنا ما نعملوا بيه. خذ تفضل خليه عندك. شنو خليه عندك انت؟ مش انت اللي تحب عليه؟ ما حشتيش بيه هنا توا، هو باسمك انت لازمو يقعد عندك. حيرتني والله العظيم حيرتني، والله بردت لي عزايمي توا. شو مش نقطعو؟ ليه ليه هات هات نقولك شنو نبي. نتوي هكا في أربعة وحطو في مكتوب الفيستا وسكر عليه الفلسة. أنا نصحتو يزيد يكمل قرايته وياخد دكتورة. وقتاش باش ياخذها دكتورة؟ 4 سنين 5 سنين إذا طالت، هو مجهود. أما أنا نعرف اللي ذهب خدام ينجم يخوها حتى قبل. قلت الحق يا بنيتي، أنت لازم تخدم وتكون روحك حتى هو يكمل قرايته. أنت شنو اللي زربكم أنتم؟ والواحد الكل على خاطر ما لقاش خدمة. أنا رأيي نكلمه محسن تو يخدموا معاه. الذهبي أنا نعرفه مستحيل يقبل، هو مهندس فلاحة وتحب يخدم في معمل بتاع لوحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام بابا الحاج. سلم وليدي. كيفاش صبحت اليوم؟ إن شاء الله عليك الخير. صباح ما صبحتش عليك اليوم، خرجت مزروع. سماح وليدي. نعم تخرج ديما بخير برشا. يا أخي شكون ينجم يلوم عليك؟ تعرف شكون نحكيو؟ لا إن شاء الله خير، يعني تو مزكي دخلت. كنا نحكيو على السي ذهب. إي. وفي بالك ما لقاش خدمة. إي. نطقت بليه قالت علاش ما نشاوروش سي محسن يخدموا معاه في المعمل. وش خاص كان يقبل؟ المعمل حاجته بألف واحد كيما الذهبي، والله بسلامة راس بابا الحاج. المعمل عامله للعائلة الكل. يعطيك الصحة يا محسن، حاسينه زايد زايد معك. انتوما ما تحبوش تسمعوا كلامي، الذهبي أنا نعرفه ومستحيل يقبل، هو ما يحب كان الفلاحة وما يخدم كان في اختصاصه. لا ما تقولش هكا يا شهناز، قولي أنت بركة فين هو تونا نجيبه حتى من بلاد نتاعهم. تو الذهبي واحد منا محسوب، وانا ماذا بيا يشد معايا شويه في المعمل خاطرني تعبت، ولا تعبت يلزمني نرتاح شويه. والمساله هذه خليوها بيني وبين شهناز. سامحوني نمشي ناكل فم، جعت. دلال رحت على راجل تحط له ياكل. حاشي عندك في كلمه؟ اتفضل. محسن راني قاعد نشوف فيه مش لاهي بروح، ماهوش لاقي الوقت باش يجي حتى سوريا ولا ترابط. والله بالمجد انا بدي وليت نقول يا اخي فلوس هو اللي يحط فيه. ما تعرفش تعمل، عمل له اليوم مفاجاه. اخرج انت واختك شهنات، شري له كسوه ولا اثنين، سوريه ولا اثنين، وزوي صباط وما لازم. نعرفه ما يحبش يا بابا، قدام مره نقول له
يقول لي انا ربي خلقني خدام، نحب نموت خدام، تحبني انا نغصب عليها؟ لا شكون يا بنيتي؟ يا اخي انا ولا انت اللي مرته؟ والله الطفلة هذه توجه. انت طالعه في الدروج ومنير ولد عمك الصادق كلمك في التليفون وعلق باقي يستنى في جواب ويحتج. ساعات راك تبكي نقول هذه سندس قلبها ابيض ورقيق كي قلب الخصر، وساعات نشعر اللي انت ماك سندس الملايكه اللي نعرفها. احكي لي تراه كيفاش الواحد عمره ما يعرف روحه. حتى انا ساعات نحس اللي داخلي زوج سندسات. تسمع كلامي، اكتب له توا كلمتين وارميهم اليوم في البوسطة. منير ما نحبش نكتب له على خاطر عندي معاه كلام طويل وعريض ولازم يفهمني قبل. عندي شروطي وعندي مشاكلي، المحبة تتبنى على صراحة. اسمع، إذا كان هو قل له كلمة هنية حاشك. تحبني مثل عليها؟ لو أنت ما تحبوش. نحبه أما مش نفس المحبة اللي في راسه هو. ألو، ظنيتك منير ولد عمي، فما حاجة جديدة؟ وقت ما تحب، ساعة أخرى نكون في المعهد. هاي بسلامة. بسلامة. مش منير، واحد آخر. هاي خليني نمشي. في بحر هيش. لازم نتبعها باش نعرف سبب بداها وما وين يصب. هي بنت الربيع وانت على ساقيك؟ ما تخافش عليا يا زهية. والله يا زيدون يا وليدي انا حرت معاك تو كيف ماكش جيعان تي واش تقول لي حط لي نفطر تو ناقصه قاضي يا وليدي انا هاني نهار الكل هي بختك. شكون من اخواتي الكبيره ولا الصغيره؟ اختك تي داعي الاولانيه هاني مازال كيف ولدتها تحب لي ليه نجيب لك واحد اخرى تلعب معاها. قصدي انت فهمت يا امي اختي الكبيره اللي تحرمت منها ومن اللعبه معاها كما تقول. اعمل عقلك زيدون انت ولدي البكر شيش بيك باش تقلب لي مخي يا وليدي. انت مخك يتقلب اما انا ما عادش عندي مخ حتى بابا ما نعرفه شكون. بوك الله يرحمه وانت تعرف؟ نعرف ابا نحب نعرف اختي زاد ابوها شكون. سمعتوك حي يرزق. يرزق علاش ما يرزقش مدامني انا اللي ندفع. اما انا ما سالتكش على باب معتوق يا امي. زيدون عيب وليت تمزعينا وتتبجحة. انا امك راني انا اللي ولدتك وكبرتك وعلى خاطرك الله ياخذ خاطرك يا امي. اما مش قلت كان نعمل حكم ونبدل اللقب تاعي؟ عندي الحق ولا ما عنديش؟ حاج مملوك مازال يبعثك الوقف في القفل مليانه والنفقه اللي هي صدقه ولا ديه نحسبوها ديه وهديه مش خير؟ وانت مين تعرف؟ اهلا بالذهبي شنو احوالك؟ لاباس عليك. لاباس؟ اه رجال، هاي تفضل 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 اقعد. لا لا والله لا، ما تقعد كان في الكرسي غادي. احنا ماك تعرف ما عندناش الوقت باش نقعدوا، المشي والجاي والخدمه وما قالت الناس. لا مستحيل، مجرد زياره، شاي ناس قالت لي اللي انت تنشد عليا. صحيح. حبيت نعرف ايش فهم. شو ذهبي؟ انا ماذا بيا تجيب حذايا هوني في المعمل، تعاوني شويه. حتى لين تلقى الخدمه اللي تساعدك. وش عندكم اي تخدمه هنا في مجال الفلاح؟ عنا عندكم الفلاحة؟ عنا فلاحة الناس عنا فلاحة البشر. سامحني عمري ما سمعت بفلاحة يسميوها فلاحة الناس. شوف الخدامة اللي عنا هوني يلزمهم حد ينفض عليهم الغبرة يسقلهم يزبرهم وإلا يقلعهم ويغرز غيرهم. أنا نخدم هذا؟ شبيك خفت؟
أنا عمري ما خممت نخدم في المعمل غير سمعت كلام شاهيناز. شفت خوك شيعاني سي الحاج ممدود في فرش وشايخ مرتاح وأنا نكلت ليل ونهار. ربي عينك ربي عينك. أيا ذهب إيجا إيجا نعمل بيك دورة في المعمل ونعرفك على الخدامة. لا مستحيل، شاهيناز قاعدة تستنى فيا ويلزمني نمشي لها، باش نمشيو لشركة فلاحية باش نزولهم مطلب نتاع خدمة. خليك كي تستحق لي تعدالي يا ذهبي. قلت لك الجميع شوية اللي عملوا لي إبرة في جنبي، واحد مهندس يقعد لي عس على الكبيرة والصغيرة وين يمشي سي محسن وين يجي وحوايجي في البيرو سوية أموري أسراري. التوكيل؟ ليه التوكيل ما بيش لعب عاد. نحبك تحطه في بقعة بعيد على اليدين وعلى العينين. أنا ديما في النهار نحطه في البقعة اللي حطيتها أنت فيه في الجيب اليمين، وفي الليل وقت اللي نروح ناحية الدنجري نحطه في الخزانة ونسكر عليه بزوز مفاتح. هكاك نحبك، تعرف علاش؟ على خاطر واحد كيما الذهبي كان يحط سيقه في المعمل تعرف شو يعمل؟ وش عنده ما يعمل الذهبي؟ يحط واحد كيفك أنت في الحبس. شو الزنزس أول مرة نسمعك تحكي على الحبس؟ أنا راني مانيش كريم ولد خالدي كلبوهالي مازال يمن بصحايا ينعجها معبي بالعفافة والنظافة. بابا سلم يا حرار يا رئيس البحرية، بابا سلم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتك على الاكتاف روح لرجلي. بابا سلم يا حرار يا رئيس البحرية. بابا صباح الخير. صباح الخير. رد بالك على روحك. ادخل ادخل. لا مجد زوز. عسلامة مجد. عسلامة. عسلامة. لباس. نحمل. الحمد لله. الحمد لله. شفت أمي دوجة؟ متعة كان باش تلقى لها مشكلة جراية راكو أنتوني، كان باش يعطيها فريجة معبية بالفلوس. يا لطيف، صحيح هالكلام؟ صحيح، وكان مكذبتني تنجم تسأل أختي اللي تسكن في المرسى القديم، توا عندي قدام دارها، نسمع فيها تبكي وبرشا كراهب واقفة قدامها. استرنا ربي يا وليدي، وهي كي البهلولة كالطايشة. أين الطايشة يا عمي؟ تسمع في كلام الأمجد؟ ما شفتوش هكا النهار كيفاش عمل لنا فضيحة قدام الدارة؟ في غير احنا ما حبيناش نقولوا لك. مجد يا امي، انا بعيني شفت يتبع فيها حتى للدار. انت يقعد واسكت اسكت ولا ابوكم يسمع. لو كان يسمع شو قاعل انطونيو لما يهبط ما في عينه بلا. اي شو قاعلو انطونيو يا امي؟ مش كلمك وسمعته باذنيك بالتليفون من ايطاليا؟ انا اللي كلمتها من تونس ما هوش انطونيو. ما حبيتكش تقعد متحير عليه، اما هو كان حاب يهرب من غير ما يقول لك شدوه في الديوانه. نعرفك نعرفك ما تحبوش، اما والله ما نكون ماشيه لامك ونحكي لها لك. هيا يا بنتي وطي صوتك وطي صوتك لابوك يسمع. باهي والله ماكش عارفه باقي اللمجد على الجهه. وعلى الجهه احكي لهم يا لمجد، احكي للمتعه اللي عاملت لي مجرم يعيش معايا في الدار ياكل ويشرب، واللي فاتك اغرب تموت عليه وتحب تاخذه. مجرم شو الحكايه؟ اي احكي احكي. أنطونيو كان خارج من تونس مهرب بفلوس لجماعة أجانب وتوانسة، شدوه في الديوانة وتوا في الحبس، والفليجة اللي فيها الفلوس كان باش يعطيها للا متعة. صحيح ولا؟ صحيح، هو جيب لي فليجة أما أنا ما نعرفش اش فيها وما مشيتش معاه، مشى وحده. يا ولدي يسترك ما تخرج هالخبر، عنده الحق صدق بلانكو يضحك علينا، فهمش نخبي وجهي أنا من الناس فين ترى؟ نمشي يا مدوجة، وهاي الجريدة أقراها كنت حبوا أكثر تفاصيل. إيش من تفاصيل؟ مازال عندنا مفصل هو. يا شباب
ستة العام سمعتوا سبعة ثمانية خلي تسعة يا أخي هذا تقريب عمار السمسار ولا عينيا تاخذ بتاعتي؟ هذاك هو عمار السمسار بيدو عجيب. اي نعم طلعت له طلعة واحدة الناس كل حيرة فيه. الراجل قعد بالقام ولا من أصحاب المليارات. قال لك توا يا سيدي يبني في الديار والعمارات يبيع ويشري. سبحان ربك يعطي رزقه. سبحانك والله يا شباب كان حد آخر قال لي هالكلام من صدق. عمار السمسار اللي كان يسكن في الخشش تحت الأرض يولي يركض في سيارة كيف هذه ومعاه شيفور ويهبط يحلوا الباب وضخامات ويتهنكر شو ويفيش. يقولوا لي واحد صاحبه دبر عليه اشرى أرض فلاحية كبيرة بلاش فلوس. الله أعلم كيفاش دبر رسمه. قسمها أراضي للبيع تبنات فيلات يا أخي تباع بحقه. يكون شي زعمها كي صاحبنا الخضار مشى يعمل فيه عمره في روما. شكون هو اللي تبع بحقه؟ هذا ما يكون كان سي ماتو. تبارك الله تبارك الله. هذه بنتك من مرتك الجديده؟ اي درعيه خفيفه هذيك نرجس. يا شباب جيب حاجه لسي ماتو وجيب جازوزة النرجس والبنية الأخرى. يا شباب ما تجيب ليش داري قريبة أما هز شريفة مالك المغبون اللي قاعد غادي في الكرفة يستنى. الله يبارك. قل لي قبل كل شيء ربيبك الزيدون يحب يخدم على روحه. لا ريت لي حال الأمير تشغيل هوني أنا امشي شوف وحدك. على خاطر أنا توا يلزمني محامي يتلهاب أموري وبالنوازل بتاعي. إيه لا على بنشوف عقريب محامين مش محامي. نرجس يا نرجس هيا 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 بنيتي نشدوا دارنا قبل ما نقوم القيامة. نسيك يا سمعتو وخزيت. عليها خزيت أنا أقول لك نسيك وتقول لي خزيت. بالطبيعة قلبت حانوتك زعمة بازار ومعلق فيها زوج شوالق وزوج بنادر. شوف الرجال شوف سي عمار السمسار شوله كرهبه وسايق في وسطها ويعوم ويغطس في الملايين. كل حد وقسمه. ما هوش كل حد وقسمه. انت الفرع اللي خليتها لك طلعت المشومه قرومه عليك هاك هو بماتوف. لازم تسمحني في كلمه. لاباس. هيا ندخلوا للدار. لا مش في دارنا ومش قدم امي. ماذا بيه في حانوتك؟ قالوا لي البطاقة العمرية بتاعي دولة عندك. ها؟ تحب نطلع لك عليها نسخة؟ مش هذيك اللولة بكل اللي فيها اسمي صحيح. زيدون باش فريتك؟ عسلامة بابا. عسلامة ماما. عسلامة بنيتي. ارتاح حتى انت تخرج من الصباح تروح كان المغرب. شنو لقيتوش حاجه الاخر؟ والله شيء سقينا تكسر وتعبوا مدوره والنافع ربي تقول عليهم الكل فرد كلمه اللي كل دار نمشيو لها طلع شو يقولوا. شو يقولوا؟ هاتوا المطلب نتاعكم تو نجاوبوكم. وانت وين هذا سيفاني؟ علاش ما جبتوش معاك على الاقل يلعب معايا شطرنج ويطير شويه قلق. روح للدار اللي يسكن فيها مع جميع اصحابه شو تحبوا يعمل. شوف بنيتي علاش ما قلت لهمش يخدموه في المنصب اللي اقترحوه عليك هكاك تقعد بحذايا وتونسني. تسخاني ما مشيتش وما تكلمتش. اللي يقولوا الكلام هذا يقول لي مش انت اللي تختار احنا اللي نختاروا. انت زاد شديت فيه صحيح حتى خليت صدق بلاك ويتمسخر علينا في كل محفل. اسمع يا دوشة انا نحب بنتي هذه حره تختار على كيفها وتعمل اللي تحب وسي صادق يمشي يدبر على روحه. اذا كان هو ساتو عمل لي كابري وانتيك انا مش حاس بيه. لو كان يهجرنا ضربه واحده انت الاولاني خلي عليك فقط. Mm-hmm.
عسلامة عسلامة. الله يسلمك. شبيك متقلق؟ حتى شيء. شوف عمتك زاهية ساعة قبلنا. شبيها عمتي؟ معرفش. تقوليش بكيت اليوم؟ والله يا بنتي باش نقول لك، الإنسان لازم ساعة ساعة يبكي باش يفرهد على قلبه. عم سلاح دار فيك زاد انت بكيت، عينيك حمر ومنفوخين. تحبش تتعشى؟ ما تبدلش الموضوع، لازمك تقولي علاش بكيت. عملت لك حاجة؟ حشاك بنتي حشاك. ورحمة بابا كان ما تقولي شنية الحكاية، تو نمشي من هوني على المطار وما عادش نرجع. ايوا هذاك اللي يحب هو. شكونو؟ عمك صادق. عم صادق؟ شو مجايبو لينا؟ ما هو كلم عمتك زاهية اليوم في التليفون. عم صادق كلم عمتي زاهية؟ مش قال لها؟ قال ليك انتي ولد منير نحيه من بالك جملة، والجوابات هو اللي تعرض لهم ويقطع فيهم. شنوما هذا بدلال؟ قيس قبل ما نقولك. لا ما قيسش لما تقولي شنوما هذوما وشنية المناسبة. بابا الحاج بعثني أنا وشهناز شرينالك ثلاثة كساوي وما لازم. شنوما؟ أنا نلبس كسوة؟ شنو تحب الخدامة يبدأوا يتغيمزوا عليا من تحت لتحت ويقولك هذا يخرج من صفنا ولا ما عادش متاعنا؟ مستحيل. ايش يهمك منهم؟ انت توا مدير وما تنسيش انت وليد كل شيء بعد ما عطاك بابا توكيل. مش هذا شكنت تحب؟ اسمع دلال، حلو ذنيك واسمعني بالقدام. انا ما لبش كسوة، الناس اللي يلبسوا الكساوي هما اللي يخدموا في البيروات واللي ما عندهم الصنعة، اما انا خدام على روحي. وبرا قول لبابا الحاج، قول له قالك محسن يستكثر خيرك ياسر، والله ما يجيو على جلدي. وانا ما نلبس كسوة الا ما نرد المعمل كيف ما نحب انا. أنا قررت هكا، وانتي شرايك؟ عندك 20 يوم هوني، ما تجيش تعلمني بهالخبر المشوم؟ ما كانش ضروري نحيركم، أما سندس لحت عليا باش على الأقل أمي ما يبقاش قلبها مقطع. وانتم خليتوا قلب في يومكم. أسكت علي أنتي، وزعيم ما كان الدمع. قولي سي شباب، اش معناها ما كانش ضروري؟ ها اش تقصد؟ ما هو ضروري باش نجيبو لبلاده يتدفن هونية؟ ما عندي شكون نكلم عليه. تكلمت عليه قبل في عظمة، تكلم عليه حق كلمته هو قبل ما ترجعوا تدفنوه. لواش تخلي فيه يخرج من بلاده ويشارك في حرب غير الجهاد في سبيل وطنه اللي مهما كان هالوطن يبقى من أعز الأماكن في العالم المصاب بألف لوثة ولوثة. إيش بيه نكلمه؟ شنو فات اللي فات؟ أنت ما تعرفش حرب الموزمبيق وانغولا وناميبيا مرتزقة يمن، شو الجسم يخليه عظامه اللي خلاته الاشتراكية ثم شكون حاط عليه توا؟ ما زالش عندك خبر آخر نشوفه؟ لا عندي خبر باهي باش نبشرك بيه. سمحني رغم اللي الموقف ما يسمحش، لكني مضطر نبشرك بالحق. سندس بنت عمي وزوجتي على سنة الله ورسوله كتبت صداقي، وإن شاء الله نعرس وقت اللي نرجع من كندا نهائيا. حرام عليك يا بنيتي، حرام عليك، ما حبيتكش تجيني تشوفني في هالحالة هذي. مبروك وربي يوفق ما بيناتكم. عايشك خالتي فيزا،
بركة فيك. سميته يا ملك. أم الفيسة قالت لي سميه نجيب. نجيب اش يصبر ميمتك عليك يا نجيب وليدي. احنا توا يلزمنا نبداو نخدموا على ارواحنا. سي محسن قاعد يضرب في ضربته واحنا عاملين رواحنا ما في بلاش. يا اخي حتى احنا يلزمنا نضربوا ضربتنا. اسكال خويا محمود. قول لي رفيق. نعم. سي محسن قداش من كاميون لوح قال قيدوا؟ على ما نعلم 10 كاميونات. كيردوهم احنا 20. 10 سي محسن، 5 ليك، 5 ليك. اش ياسر؟ هكا بالضربة الأولى نوليو شطارة معاها. يزي بلا ياسر يا راجل. ما تنساش للمدة اللي فاتت الكل احنا نسير واحد. أنت تخسرني خايف مني وأنا نخسرك خايف مني. تعرف كيفاش؟ خلينا نقصوا له كميون ولا اثنين باش ما يبانش. نقص أنت من بايت. أنا بالله لوح علي راه. اش بيك يا رفيق؟ ما شفتش هو اش عامل؟ ها؟ السلعة تدخل من هنا تتقيد وتخلص ومن بعد 10 سوايع تخرج من الباب الآخر. الفلوس حتى حد ما يعرف وين يتخباو وين ماشيين. اسمع رفيق، لازمك تعفس على قلبك. ومن الليلة نبدأ نخدم على روحي. مكسح قلبك؟ اش بيك ساكتة اليوم؟ أنا ولا أنت؟ ما عجبتنيش الطريقة اللي قدمتني بها لعمي. انت قنعتني باش نتصالح معاه بعد الصدمه نتاع اليوم. ما ظهرليش كان مازال يسامحني. المهم هو شو يصالحك؟ انت لازمك تتصالح مع نفسك. ارتاح لك. هي تقول لي شنو شروطك وامشي على روحك. ليش بك تسرعت؟ ما زلت بحذاك انا. الجمعه جايه مسافر مش الليله. ما عادش نلقاك تفكر في حقك وحدك. حتى انا عندي عليك حق. العالم كله عنده عليك حق. لازمنا نمشيو. عمتي وسي سلاح راهم يستناو فينا. وغدوا عندي اجتماع الصباح والعشيه حفله نادي خميسترنا. الصباح سياسه والعشيه موسيقى. وفي الليل ناوي تايب عليا فلسفتك. السماح. يا لدوجة تفضل اختي تفضل. البركة فيك اختي نفيسة. ربي يصبرك يا خيتي. بركة فيك تكسير. والله يا حبر ما سمعنا قبل ما ناخذ تكسير ونمشي. نجيب محسوب ولدنا. جي معايا يا لدوجة عندي دراعي. Thank you.
يا حاج ولا نتكلم؟ اش باش تقول؟ اش مازال عندك ما تقول؟ إذا لقيت الوثائق والله أعلم ربما يلقاهم لك عم سلاح ربي فضله، ما تعمل حتى شيء حتى نرجع من كندا. بسلامة عم سلاح. بسلامة، ربي يجيبك في الصواب ولدي. عايشك، ما تكثرش عليها بالنصايح، راسها يوجعها فيسا. في ماشية؟ مش نجايك؟ لا لا، عندي كرهبة مكرية يزمني أرجعها للمطار. سلامة بنت عمي. أهلا بسيك يا حبيبي. أشنو يا حبيبي؟ بس أنت مرحبا. أشنو سارح لي بالبدايات؟ هكا هو مشات العصافر، جات البدايات والكاري. يا حبيبي. نرجس. نرجس. نرجس سوسة. ليه اللي في يدك يا نرجس؟ ها؟ حمتين؟ راه ثبت يا اخي، هذا ماهوش انا اللي في التصويره. اي تصويرتك يا شيخ. اش تعمل عند البنيه يا نرجس؟ والله يا شو نقول لك؟ ها؟ يا مبخوت. نعم. ايش ايش؟ في الامر يسر ولا شنو؟ ده ده مبخوت. نعم سي معتور. اش تعمل تصويرتي عند بنتي نرجس؟ حمتين عطاها لها. حمتين، اش تعمل التصوير عند نرجس؟ تتكلم يا بخوت عاد. شنو؟ تهبلونيش تتكلم انت؟ تتكلم تتكلم. نرجس دخلت البازار، لقات تصورك مع القيل، قام تضحك، يا اخي عطاها تصويرتك. سارة، سارة هما تصور كلها. تبعنا 2000 ووصينا على 5000 كعب اخرى. لا عمتي، لا لا لا، انا اسد علي الرياحي وما في باليش، ولا نلعب في الفريق القومي. يا سي معتور، الصواح بالصف على تصاورك، ما فماش واحد تخلى هنا وما شراش تصويرتك، راهم يوم بعد تصور اللي كيفك. الصواح انا شوي. ضربت لي في الصميم. ايه يا معتوب، بعد هزك ودلالك وليت تصورك منتشرة في البلدان. كراكوز حشاك عادي. لا لا لا، كراكوز ورز. ايه يا حسرة، يا حسرة على الحوبة كيف كانت، ويا حسرة على القدر اللي كنت تتمتع بيه. كهو حمدين، وفى القدر وفات العيشة. غدوة الحي ضابت انا والعائلة الولدي زيدون، قل له شوف لي حل. اش بزاه هذا؟ أيوة، اليوم كراكوز، ربما غدوة ولا يموت بيلا عندك. لا لا، يعيشك يعيشك من فضلك، مو فهم شكله. فلوس فلوس. الله الله، شنو ورثني بعدها؟ حشاك سي محسن، إعجاب والله إعجاب سي محسن. خلال الواحد عيب باش يتمنى يولي كيف الآخر منه. سي محسن، أنت راك مثلي الأعلى، انت ولي نعمتي سي محسن. تعرف اللي انت وليت مخطر برشا، توا اللي راونا الكل يقولوا اللي احنا ولينا فوله وتقسمت على اثنين، من الوجه ومن الاقفاء. الحمد لله، الحمد لله اللي ربي حقق لي اللي نحلم به سي محسن. سي محسن، ما تنساش اللي اللبسه اللي لابسها هذه الكل نتاعك انت. شكون استاذنت انت باش تدخل؟ تفضل تفضل اخرج انت. اقعد يا عقول. مالا كيفاه قال لك سي كريم؟ قال لك هو يخرج من الحبس من هنا وانا ناخذ بقعته من هوني. هو اللي قال لي. هو اللي قال لك؟ قال لي ما تقولش الكلام هذا لسي محسن. ايوه، انا قلت له اسرق الوثيقه من الاداره اللي تخدم فيها، وكري السكرتيره بالفلوس باش تاخذ الدوسي وتخرجوا لبرا. لا حشاك سي محسن. تعرف شوية اللي عملت له محامي من أكبر المحامين في البلاد، سي زيدون المغراوي. وجاب ربي ما عملتهاش العملة، ما كانش راني غلطت أكبر غلطة في حياتي. لا حشاك سي محسن. تصور أنا أعمل له محامي دفع لي خرجه من الحبس باش أنا ناخذ بقعته. لا حشاك سي محسن،
يا زيني من حشاك حشاك. قل لي يا لندراك كلامي صحيح ولا غلط؟ لا حشاك سي محسن، لا حشاك سي محسن، لا حشاك سي محسن. يا سيدي شديت لها في الغناء لين ولا يكحل. هو اكيد تو مازال ما سمعش اني خرجت من الحبس براء. يا دي هو متولي بيك خلاص. انت هو انا هاني قدامك، واعوذ بالله من كلمه هاني قدامك، ما سالنيش حتىش نخدم. هاك تشوف ها 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 كسوتي قد حق كسوتو 10 مرات. ها بالك عاد انت تضحك وراك. تو ماكش ناوي تخدم على روحك. نحصوا من الحس على خاطرنايا غدوه صباحا نخدم. رجعتي تخدمي خالتي مبروكه؟ بالله ليش عليك هالتعب الزايد؟ بالله ول ما يساعدكش، ما يساعدكش نخدم. ايش بيه وليد؟ هما لو شي انت ماك خليفه ولد الذهبه بنت خالي. هيه وليدك الشهريه راهي قاعده توصل، والكراهه ماك تخلص فيه خالتي، والقفه اللي تكالي فيها كل يوم تكالي فيها وحدك وليدي راهي توصل. راهي هو من اللي تخلى كريم ولدي الحبس خليقتك ما ريتهاش. الباب والثنيه نتاع دارنا نسيتهم، فراشك من نهار اللي مشيتها وينها بريحتك استنى فيك. باهي اسكت عليا انت، كلام فلقت على قلبي حبيت نقول متفلق. صباح على خير يا كريم وليدي. صباح على خير. صباح على خير يا خالتي مبروك. ايش بيك اخي؟ والله كنتي تشوف عندها الحق. ناري ما عجبتنيش كان هذه فراشك وبريحتك. والله يا عم برفان جديد الساعه باللي. برفان جديد؟ انا 50,000 برفان ما ينسونيش في ريحه خالتي. شنو ريحه البرفان اللي عندك انت؟ تدري علي؟ انت وزيدي انا ساقط ونذل والكلام الكل قلته لي تلقاه. انت صحيح تمشي تخدم على روحك. هكا سندس انت ماك تعرف سندس. جات لك غدوه تصبح في بيرو. ها دبرت هيك برا. سندس؟ اي. ما عمرك حسير؟ ها؟ بعد ما كنت عارف نولي سانا. وعند شكون؟ عند مراه كانت تجري عليا باش ندبر لها دوسي مش نتاعها. ما حلاني يا حسير. لا لا. زيد. انا مروح للبلاد. باش تلعب ارضي وبموري غادي.